ورجعنا لكم مره اخرى. ركزوا معايا في الخبر دوت عشان ده اول واحد ممكن يقوله للناس. النهارده طارق مجدي كان موجود على تقنيه الفار، والنادي الاهلي احتسب ليه ضربه جزاء اتعادت من كل الزوايا، تمام، والحكم راح شافها في الفار، والفار ناداه وقال له الكوره فيها شك انها ضربه جزاء لان الحكم لم يحتسبها. اما راح كابتن محمود البنا شاف الكوره احتسبها ضربه جزاء. ثم شفنا هدف للنادي الاهلي من احمد حمودي بيلعب الكوره طويله فاتلعبت فجت جون، فسمير جمال حكم المساعد لغى الهدف. سيبكم من الكابتن احمد الشناوي وكابتن جهاد جريشه وكابتن رضا البلتاجي قال الكره تسلل، يعني سيبكم طبعا هم عملوها بالاحساس، يعني عملوا القصه دي بالاحساس، مفيش حد في الدنيا بيحلل حاله تسلل باحساسه او بقلبه او يعني في لازم يكون قدامك صوره عشان تقول تسلل ولا مش تسلل. طب ايه القصه بقى؟ ايه اللي حصل؟ هو ليه الخطوط ما اتحطتش والاول مره تحصل؟ يعني ليه اما الحكم المساعد كابتن طارق مجدي بيكلم كابتن محمود البنا وبيقول له، قال له ايه؟ تعالوا اقول لكم قال له ايه. كابتن محمود البنا الكوره جون، فالكابتن سمير جمال حسب الكوره تسلل، فقولا واحدا كابتن محمود البنا بيحسب الكوره تسلل وبيستنى التاكيد من الفار. شفنا ان الحكم ان الاخراج ما عادش اللقطه خالص نهائي، قعد 7 دقايق ما بيعدش الكوره خالص، فالناس عماله تتفرج تقول هو ليه ما عادش الكوره اللي هي جت هدف دي المفروض يعيدها المخرج، هي ليه ما بيعيدهاش؟ وبعد 7 دقايق في الوقت الضايع عادها مره من اللونج. يعني ايه؟ يعني الكوره واحمد حمودي بيشوطها، يعني كوره ما تبين لكش خالص الكوره تسلل ولا مش تسلل، مش هتعرف. فانا برضو عشان كده انا مستغرب جدا من المحللين عرفوا ازاي انها تسلل. فمحمود البنا بيكلم كابتن طارق مجدي في الاربيس فبيقول له ايه يا طارق، ايه الاخبار، اتاكد لي الكوره هدف ولا مش هدف. فالكابتن طارق مجدي قال له انا ما عنديش صوره. قال له ايه؟ قال له وهم تقريبا الكوره بتتلعب راحت في حته تانية ما عندوش صوره. يعني ايه ما عنديش صوره؟ يعني المصور في اللحظه دي ما كانش جايب منطقه الجزاء. يعني ايه يا طارق؟ يعني يا كابتن بنا انا ما عنديش صوره انزلها عشان الفار، انزل ايه؟ انا ما عنديش صوره. وبالتالي انا ما عنديش قرار، انا ما اقدرش انا وانا قاعد على الفار اتاكد لك الكره تسلل ولا مش تسلل لان انا ما عنديش صوره، الاخراج ما نقلش في الوقت ده فانا ما عنديش صوره، انا عشان لازم يكون عندي صوره عشان انزل الخط. فما يكون عندي صوره هنزل الخط واقول للناس تسلل ولا مش تسلل. كابتن محمود بنا قال له طب يا طارق هنعمل ايه دلوقتي؟ قال له نمشي مع قرار سمير جمال. هو سمير جمال هو اللي شافها هو اللي يحتسبها. طب يعني هنا احتساب عدم احتساب هدف المصري احتسب بقرار مساعد فقط بدون تقنيه الفار اللي ما عندهاش صوره واللي على بسبب ده ما نزلتش خطوط. لان انت لازم وانت قاعد على الفار يكون عندك صوره، فما تشوف الصوره بتكبر الصوره وتشوف اقرب خط، اقرب حاجه، الكتف، الركبه، الرجل، الميلان، الدماغ، اي حاجه، وتشوف مين اقرب وتروح حاطط وتدخل الداتا دي للفار يروح مطلع لك الخطوط. فكابتن طارق مجدي ما عندوش خطوط. على المهم تعالوا نتاكد مع الكابتن ياسر عبد الرؤوف حكمنا الدولي السابق. كابتن ياسر مساء الخير. كابتن خالد مساء الفل عليك. ازي حضرتك عامل ايه؟ والله الحمد لله كله تمام. طيب كابتن ياسر، كل مصر فوجئت ان في احنا عندنا تقنيه فار. تمام. وانت عارف كمان ان كان في جدل غير طبيعي على كوره فاركو. ويمكن انت الوحيد من الحكام اللي قلت طالما الفار حسبها يبقى كلامه صح. لان ده دي جهاز بتحط الـ 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 النقط
ويعني النقط للحكام الدوليين ليها شرطين، ليها شرطين. اولا ان هو يكون واخد لحظه اللمس السليمه بالظبط، ويكون واخد النقط بطريقه صحيحه، وده اللي احنا اتاكدنا منه. واتاكد وكابتن محمود عاشور مش صغير يعني، حكم دولي يعني، اعتقد اي حد بيتمرن عارف كويس قوي النقطه فين والخط فين، الموضوع مش صعب يعني. صح يا كابتن ياسر؟ اه بالظبط يا كابتن خالد، الموضوع مش صعب ولا حاجه. بس هو محتاج ان احنا نفهم الموضوع بيتعمل ازاي وماشي ازاي عشان تبقى الدنيا سهله بالنسبه لنا. واعتقد انت كمان يا كابتن تقريبا انت الحكم الوحيد في مصر، انت والكابتن جمال غندور المحاضر دولي في الفار، صح كده؟ لا لا لا، ده في 6 7 موجودين معانا. يعني من ضمن انا بتكلم على المحللين يا كابتن اللي بيطلعوا يحللوا الحالات، انت اللي عندك كمحاضر دولي فار، صح كده؟ يعني غير المحللين التانيين ما عندهمش تحليل، مش محاضر فار يعني. يعني الظروف ما ساعدتهمش الحقيقه ان هم ييجوا معانا ويحضروا الكورس بالظبط. بالظبط. طيب النهارده يا كابتن، هل حصل قبل كده في الدوري ان في كره تسلل او حاجه ما تحطش الخط، ولا دي اول مره؟ لا دي اول مره من ساعه ما تقريبا التقنيه دخلت مصر. يعني من اول مره من 2.5 سنين تقريبا. تقريبا. طيب ايه السبب يا كابتن؟ ايه المعلومات اللي عندك؟ طيب بص يا كابتن خالد، دايما احنا لما كنا بنتكلم انا وانت كنا دايما بنتكلم على التصوير وزوايا الكاميرا. تمام. وقلنا بدون تصوير كويس وبدون زوايا كاميرا تخدم حكم الفار، حكم الفار مش هيقدر ان هو يشوف شغل. تمام. الكلام ده احنا قلناه كتير وفي حالات كتير. تمام. النهارده المعلومه اللي عندي ومعلومه مؤكده، تمام؟ وانا مش بقولها علشان حاجه. لكن بقولها عشان كل واحد يتحمل مسؤوليته ونتيجه عمله. انت بتبرأ حكم الفار، ومش دفاع يعني عطل على باطل، لا خالص. تمام. يمكن انت قلت خبر يا كابتن خالد، انت قلت ان مجموعه العمل اللي كانت مسؤوله عن تصوير ونقل المباراه دينا، المجموعه دي اتحولت للتحقيق. ليه بقى؟ ليه بقى؟ بص يا كابتن خالد، احنا انت عارف ان بروتوكول الفار بيلزمنا بان احنا بنحط كاميرات في اماكن معينه. تمام. علشان يغطي اماكن معينه من الملعب. تمام. ودايما انا وانت كنا بنتكلم على حاجه اسمها اوف سايد رايت واوف سايد ليفت، اللي هي اسماء الكاميرات. تمام. الاوف سايد رايت دي اللي هي الكاميرا المفترض ان هي بتبقى عموديه على خط منطقه الجزاء. تمام. اللي هي بتكشف لنا التسلل. صحيح. تمام. اللي هو بيبقى قريب من زي بتاعه بيرسي تاو كده والما تعادل. الالعاب. تمام. وكنا بنقول ان في كاميرا تانية بتبقى موجوده جنب المرمى اللي هي البهايند رايت والبهايند ليفت، وفي المين وفي التايت، كل واحده فيهم ليها شغلانه. تمام. تمام. فالنهارده لما الكاميرا بتغيب عن وظيفتها الاصليه، فبالتالي بتضيع اللقطه اللي انت عايز تراجع عليها. اللي حصل النهارده ايه اللي انا عرفته؟ اللي حصل النهارده ان يعني كاميرا مان اللي هو مسؤول عن الكاميرا بتاعت الاوفسايد رايت، المفترض ان هو كان يصور الحدث كامل. تمام. تمام. ولكن اللي حصل ان هو عمل يعني زومنج شويه بالكاميرا، فخرج بره الحاله بتاعتنا، فبالتالي بقى بيصور حاجه مش اللي احنا عايزينها. تاني هو بيصور من بعيد، طول ما هو بيصور من بعيد وفاتح الكاميرا هيجيب لنا ال 18. يعني كان بيصور لعيبه مش خطوط. لا مش موضوع خطوط، هو ملوش دعوه بالخطوط يا كابتن خالد. تمام. الراجل ماسك الكاميرا بيصور بيها، بينقل لنا بيها حدث. تمام. الحدث اللي احنا عايزينه لحظه اللمس المرعي او المدافع الاهلي الكره بدماغه. تمام. اللحظه دي غابت عنه تماما، ولا ورا الجون ولا جنب ولا اي حاجه. طيب لو قلنا ان ورا الجون هنجيب. تمام. تمام. طيب حاله زي دي يا كابتن خالد عشان نشتغل عليها ونوصل للتسلل من عدمه، فاحنا بنتكلم احنا عندنا 3 طرق، مظبوط؟ تمام. طيب طول ما مفيش كاميرا معانا على خط التسلل هيبقى الموضوع فيه صعوبه. طيب انت قلت يا عم ياسر قبل كده، طب احنا ممكن نوصل عن طريق زاويتين مختلفتين او كاميرتين مختلفتين. تمام. تمام. في الحاله دي في منتهى الصعوبه ان انت توصل لها من كاميرتين، يعني الاولاد لفوا عليها الحقيقه من كل الكاميرات ما عرفوش يوصلوا ان هم يقولوا ان هي دي اخر نقطه في جسم المهاجم وان دي اخر نقطه في جسم المدافع. اذا كابتن طارق مجدي بلغ محمود البنا انا ما عنديش فار. مش ما عنديش فار، انا كونفيرم على قرار الحكم في الملعب خلاص. يا كابتن يا كابتن طارق مجدي بلع كابتن محمود البنا، كابتن محمود البنا بيقول له اتاكد لي. أي ما كانت المسج اللي راحت من طارق لمحمود البنا ايه، انا مش معاهم. تمام. ولكن هو خلاص هو اعتمد قرار المساعد في الملعب. ايوه يا كابتن، ما انا بقول لك بدون فار. طبعا بدون فار. ايوه يعني كابتن طارق، ما انت الطبيعي اما بيجي هدف زي ده، ما اللي احنا بنقوله الطبيعي بيجيب هدف زي ده، فالكابتن محمود البنا بيكلم الفار،
فبيقول له يا طارق يا مجدي اتاكد لي كره هدف ولا مش هدف، وهي من غير ما محمود يطلب هو كده كده حكم الفار لازم بالزبط. على كل اللي على كل الالعاب وعلى كل الاهداف. فاكيد كابتن طارق مجدي بيكلمه بيقول لي انا ما عندوش صوره، يا اما قال له انا ما عنديش صوره وبالتالي هنحتسب الهدف، يا اما بيقول له ان ان ان, إن خلاص هي كره تسلل تمام بناء على قرار المساعد، انا هعتمد قرار المساعد. يا كابتن يا كابتن يا كابتن ياسر يا كابتن ياسر يا كابتن ياسر معلش مع احترامي لحضرتك، يعني ايه يقول له يعني ايه اللي يقول له هنعتمد وكره تسلل؟ لا يمكن يقول له على فكره لا يمكن يقول له تسلل لان هو ما عندوش الصوره. ثواني يا خالد ثواني، اتفضل. هو النهارده متعرف عليه ايه؟ تمام؟ ان انا النهارده بقول له كونفيرم الكره جون. معنى كونفيرم ان الكره جون دي معناها ان انا رجعت عليها بالخطوط تمام تمام، وبالتالي خلاص الهدف سليم تمام. كونفيرم او الكره تسلل معنى كده برضو ان انا اظهرت إن الكره تسلل بالظبط. طالما انا ما عنديش تقنيه تمام، فبيوصل لحكم المباراه رسالتين. انا بعتمد جون المساعد يعني انا خلاص مش عارف اراجع عليها تمام تمام، او مفيش تقنيه تسلل شغاله معايا. ما هو لازم يقول له كده، اصل لازم هو نفس المعنى. انا بكلمك على وعلى اساس ده كابتن، وعلى اساس ده الخطوط ما اتحطتش لان مفيش فار اساسا، لان مفيش امكان. لا مش مفيش فار، الفار موجود. لا مفيش صوره، مفيش صوره. أيوة. تبين الكره تسلل ولا مش تسلل بالظبط كده. يعني ممكن الكره دي تكون جون وممكن تكون مش جون، كل الاحتمالات موجوده، ولكن احنا عندنا قرار الحكم في الملعب، عندنا قرار مساعد في الملعب. تمام يا كابتن، ما هو في قرارات كتيره ما حكم الفار في الملعب حسبها جون والفار طلعها مش جون. هرجع اقول لك اللي احنا كنا بنقوله للناس ايه هو. انا عندي مساعد قال ان الكوره تسلل، لو عندك ما يفيد عكس كلام المساعد قوله لي. طيب مش هتلاقي. هنا السؤال بقى كابتن. طيب. معلش انا عندي دلوقتي واحد قاعد على الفار وعنده زاويتين وقال لك زاويتين صعبين جدا جدا ان انا اطلع كره تسلل مش تسلل، فبالتالي مشيت مع مساعد الحكم لان هو قال انها تسلل فهمشي معاه. انا ما عنديش تقنيه فار تاكد لي صح ولا ما عنديش يعني بوينتس، ما عنديش امكانيه ما عنديش بوينتس احطها على الجهاز بتاع الفار يطلع لي خطوط، ما عنديش. لان الدبل لاين، لان الدبل لاين والترنجل بنوصل له عن طريق زاويتين مختلفتين. طيب انت بقى محاضر دولي تمام؟ تمام. جيت كلمتك دلوقتي وقلت لك يا كابتن ياسر انت اتفرجت على الماتش؟ هتقول لي اقول لك الكره تسلل ولا مش تسلل؟ تقدر تقول لي انت كمحلل تحكيمي تقدر تقول لي لا 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 الكره تسلل فعلا، ولا من المفترض كمحاضر تقول لي ما اقدرش اديك اللي انا هطبقه عليك يا كابتن خالد واللي انا قلته لك من شويه هطبقه على نفسي. انا ما عنديش عكس قرار المساعد، ما عنديش دليل على عكس قرار المساعد. فاللي انا هقوله ايه، انا الصوره مش مساعداني، ما فيش صوره اجزم بيها ان هي تسلل ولا كره هدف تمام، فبالتالي همشي ورا كلام المساعد بس. تمام. يبقى كلام المساعد دون قدرتي على التاكد. لا قدرتي على، انا كده بقى قدرتي على التنجيم مش على التاكد، ما انا هتاكد من ايه بالظبط كده. يبقى انا كده ماليش دعوه، الحكم مساعد هو اللي شاف لكن انا ما عنديش صوره، فالطبيعي والمنطقي يقين ما عندناش يقين نقدر نجزم بيها اذا كانت اللعبه هدف سليم ولا تسلل خالص. تمام تمام. يعني انا لو جيت قلت لك دلوقتي من وجهه نظرك يا كابتن ياسر هتقول لي لا ماليش وجهه نظر. ملياش وجهه نظر. كلام سمير جمال هو اللي احنا هنرسم مباراه بالعشرة عليه خلاص. تمام تمام، زي ما كان بيحصل زمان قبل عدم وجود تقنيه الفار. لكن دي اول مره تحصل يا كابتن. اول مره تحصل، وعايز اقول لك يا كابتن خالد احنا ركزنا على الكلام ده كتير وقلنا ان احنا بدون صوره تمام تقنيه الفار ليس لها اي قيمه. لا بس انا بكلمك سنتين ونص تصوير، والنهارده الايام دي 4K وكاميرات زياده والمصور ما يجيبهاش، دي غريبه دي. خلي بالك يا كابتن خالد دي اول مره تحصل في التسلل، ولكن حصلت في العاب كتير جوه منطقه الجزاء. ايوه لكن في التسلل ما حصلتش. في التسلل اول مره. اول مره. شكرا. كان في اخطاء بس من نوعيات ثانيه. تمام، شكرا كابتن ياسر عبد الرؤوف. شكرا كابتن ياسر. ماهر جنينه، ازيك يا ماهر؟ معلش طولنا عليك بس حاجه غريبه يعني. لا اكيد حاجه مهمه طبعا. يعني انت متخيل ان في تقنيه فار وما تجيبش صوره؟ يعني هو موضوع الاخطاء التحكيميه في الدوري المصري زاد عن حده الموسم الحالي تحديدا، لكن اتمنى بقى مع وجود كلاتنبرج ان يبقى في طفره فعلا، يبقى راجل جاي يعمل حاجه يقدر يطور التحكيم في مصر يعني ان شاء الله. طيب ابتدت الناس تتكلم على السوبر ليج، قصته ايه؟ وانت من اول واحد اتكلمت عليه في شهر 3 معايا هنا وقلت بعض التفاصيل منه، نقول له بقى باستفاضه. يعني هي بطوله باتريس موتسيبي رئيس الكاف من الناس اللي صممت ان البطوله دي تتعمل، لكن هو كان
ورا البطوله دي دعم رئيس الفيفا. رئيس الفيفا حاول يطبق البطوله دي في اوروبا لكنه ما نجحش في اوروبا، كان في اغلبيه في اوروبا ان هم مش عايزين البطوله دي تتعمل، لكنه جاب رئيس الفيفا هو اللي جاب سبونسر للبطوله لحد دلوقتي، جاب سبونسر قوي جدا دوله من الخليج دفعت رقم مادي كبير جدا. قطر هيتم الاعلان، لا هيتم الاعلان، قطر امارات دوله خليجيه يعني اكيد دوله خليجيه كبيره، يعني هيتم الاعلان قريب جدا عن الموضوع ده بالاتفاق مع الفيفا وشراكه مع الاتحاد الافريقي. الفيفا بترتب المواضيع والكاف بينفذ. النهارده كلنا هو اللي هيكون مسؤول عن التحكيم في البطوله دي تحديدا وهيدرب الحكام، اللي هو السوبر ليج، بطوله السوبر ليج اللي هي دي هتبتدي الصيف اللي جاي اغسطس وتنتهي في مايو. من الصيف العام مش 8 يعني مش 8 اللي احنا فيه ده، اللي بعديه او يعني بعد سنه يعني تنتهي في مايو. فانت النهارده شايف ان كلنا موجود في البطوله دي تحديدا، والاشراف على التحكيم فيها ده جاي عن طريق الفيفا. ارسن فينجر النهارده، ارسن فينجر هو اللي ماسك التطوير بتاع البطوله وماسك المدارس في افريقيا اللي هتطلع مواهب تلعب في الانديه بميزانيه 10 مليون دولار. ياه ارسن فينجر من الناس على ده موضوع كبير يعني، موضوع كبير جدا بشكل يعني يخد. مترتب عليه حاجات تانية زي مترتب عليه حاجات دول هتنظم كاس عالم، حاجات تفاصيل كبيره يعني الايام الجايه. لا في تفاصيل هنبقى نتكلم عليها بعد كده، بس انا اقول لحضرتك يعني مثلا البطوله دي مش حاجه كويسه للقاره الافريقيه، البطوله دي مضره للقاره الافريقيه، البطوله دي هتحقق اموال للقاره الافريقيه الانديه بعينها، لكن في انديه هتتضرر بشكل كبير منها. اللي هيقدر يجني ارباح من البطوله دي الشركات الراعيه، الناس اللي هتبقى سبونسر، بعض الانديه اللي هتشارك في البطوله دي وتكمل للمراحل النهائيه، لكن غير كده انا من وجهه نظري مفيش اي استفاده للقاره، مفيش تطوير. النهارده الفيفا بقى بتحاول تبص بقى من ناحيه ثانيه، هم عشان ما حدش يتكلم ان مفيش تطوير، لا انا هجيب لهم ارسن فينجر يبدا يطور واحط له 10 مليون دولار يعمل مدارس كوره. انا جايب كولينا لجنه التحكيم بترسم. لا انا عايز اعرف، طب لجنه التحكيم بالاتحاد الافريقي هيتم تعيين رئيس جديد للجنه التحكيم. يعني ايدي مايي مشي، ايدي مايي مشى، ده قرار كان من باتريس موتسيبي رئيس الكاف. هو كان شايف ان في فساد، شايف ان في فساد وشايف ان في مشاكل كبيره جدا. وعلى فكره وجود كولينا ده برضو ده تدخل من الفيفا في الكاف، يعني هل يقدر بالك رئيس الاتحاد الدولي كان من زمان قال لك انا غير راضي عن التحكيم في افريقيا. اكيد يعني اكيد، لكن هو النهارده رئيس الاتحاد الدولي انفانتينو حط ايده على القاره الافريقيه، حط ايده على اصوات القاره الافريقيه انتخابيا. النهارده الرعاه اللي هو هيجيبهم هو كمان حط ايده على اصواتهم في انتخابات الفيفا. طيب الموضوع كبير يعني. طيب مين اللي هيشارك بقى في البطوله دي؟ هيشارك في البطوله دي الفرق المصنفه في القاره الافريقيه، زي انا قلت لك نظام البطوله قبل ما يتم الاعلان عنه، يعني من شهر 3 تقريبا كنا بنتكلم في نظام البطوله. زي ما قلت لحضرتك قبل كده هيتم تقسيم القاره لشمال القاره مجموعه، وغرب ووسط القاره مجموعه، وجنوب وشرق القاره مجموعه. كده الاجمالي الثلاث مجموعات، كل مجموعه هيكون فيها 8 فرق. طيب قول لي معلش، شمال القاره دي يعني بنتكلم مغرب، تونس، مصر، الجزائر، ليبيا. دول ممكن فرقه من ليبيا ما تشاركش. بص يا كابتن خالد، على حسب التصنيف يعني. موضوع مشاركه الفرق ده تحديدا يعني النهارده بيراميدز شارك في الاجتماعات اللي كانت بتناقش البطوله، كان في اجتماعات في الكاميرون بتناقش البطوله، وبيراميدز لو بصيت عليه في التصنيف في اخر 5 سنوات هو متواجد من ضمن فرق التصنيف من شمال افريقيا، متواجد من ضمن الفرق المصنفه في اخر 5 سنوات. أيوة في التصنيف في ال 24 فريق، لكن الكلام دلوقتي ان هو هياخد 2 من مصر اللي هم الاهلي والزمالك، ده اكيد، وهياخد 2 من المغرب، الوداد والرجاء، واحتمال احتماليه مشاركه فريق اخر من المغرب، خصوصا ان تصنيف منتخب المغرب اعلى من تصنيف منتخب مصر. يعني ممكن ياخدوا نهضه بركان كمان، ممكن تكون نهضه بركان متواجده، لان فعلا نهضه بركان متصنفها كفي التصنيف تصنيفها اعلى. يعني معلش انا اسف، يعني هياخد 3 من المغرب و2 من مصر، هيبقى فاضل 3 في شمال افريقيا. هتاخد 1 من ليبيا والترجي، وهتاخد 1 من تونس، هتاخد 1 من ليبيا، الجزائر، 1 من الجزائر. ده اللي هيحصل، ده اللي هيحصل. احنا بنتكلم في تصنيف اخر 5 سنوات، ان هو النهارده الراجل بيعامل البطوله دي ان هو عايز يختار النخبه، الفرق المميزه، يبقى بالعربي كده من الاخر اللي هتساعده بالعربي كده. وفاق ستيف مثلا، الترجي، الزمالك والاهلي. وفاق ستيف اصلا يعني في التصنيف مش متاكد وفاق ستيف ولا لا، اصل مفيش فرقه جزائريه هتسبقه. هو فاكر سيف مش مشارك السنه دي على فكره، ولا ابطال ولا الكونفدراليه، عشان طلع العاشر تقريبا او يعني، بس انا بقول عامه صحيح، بس انا بتكلم عامه
يعني هتكون في فرقه من الجزائر، فرقه من تونس، الكلام كله ان احتماليه وجود فريق في مولوديه الجزائر، ممكن مولوديه الجزائر في فريق احتماليه وجود فريق اخر من المغرب، ودي حاجه انا باكدها لك ان المغرب ممكن تشارك بثلاث الاتحاد الليبي بقى ممكن او اهلي طرابلس واحد منهم. هو على حسب التصنيف في اخر 5 سنوات. طب دول بالنسبه لشمال افريقيا اللي هي بقى جنوب او غرب فرق أفريقيا. بقى جنوب افريقيا فرق من الكاميرون، فرق من زامبيا، هتلاقي بقى فرق كل من فرق كل الكاميرون من زامبيا من غانا من نيجيريا بالظبط كل دول 8 فرق برضو 8 فرق. وجنوب افريقيا بقى هنتكلم بتسوانا وجنوب افريقيا وجامبيا والفرق دي كلها سيشيل بقى بس كل ده هيبص على التصنيف وناميبيا التصنيف في اخر 5 سنوات. يعني التصنيف في اخر 5 سنوات في المنطقه دي 8 مثلا بتوع شمال افريقيا لعبوا مع بعض هيصعد 5 من 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 شمال افريقيا هيصعد من كل مجموعه يا كابتن خالد 5 فرق. طب ادي 16 ادي 15 وافضل سادس من المجموعات كلها اكبر افضل سادس مجموعات كلها افضل سادس يبقى 16 فرقه وفي 8 طلعوا بالظبط الثمانيه اللي في 8 فرق طلعوا لان في 9 طلعوا وهناخد منهم واحد هيصعد هيبقى كام؟ 8 الثمانيه دول هيصفوا مع بعض 6 هيفضلوا متواجدين في البطوله واثنين هيروحوا لبطوله دوري ابطال افريقيا بالمسمى الجديد والاثنين التانيين وفي 2 تانيين يخشوا مكانهم من بطوله ومش هيفرق بقى انت بطل دوري ولا مش بطل دوري مش هيفرق بقى هو الموضوع ماشي هو الموضوع مش على حسب نتائجك في افريقيا على حسب النتائج والموضوع مش انا شايف الموضوع مش منظم بشكل قوي ما هو لازم في البدايه كده لازم في البدايه كده لكن هو الموضوع يعني هيضر الكره الافريقيه هم النهارده بيتكلموا في ميزانيه ب 100 مليون للبطوله وانت النهارده اول ما تشارك في مبلغ $1 مليون الطيران والتنقل هم على حساب الاتحاد الافريقي لا والله يعني النهارده انا بقول لحضرتك حاجه شركة الطيران اللي هتبقى الراعي الرسمي هي اللي هتبقى الناقل الرسمي للفرق كلها وتبقى شركة عملاقة جدا برضو من الخليج انفانتينو راح وقعد مع الناس ورتب شركة قطرية بقى لا انفانتينو راح مش هي يعني لسه كابتن هيتم الاعلان بس كان في كلام بيتقال كده لا. ممكن يكون في شراكة مع شركات تانية لكن الموضوع مترتب حاجات كبيرة قوي عليه وكل ده بايد انفانتينو وانفانتينو هو اللي بيحرك الاتحاد الافريقي خلينا نقول لحضرتك البطوله لكن دوري ابطال افريقيا بيقال ان هو هيرجع للشكل القديم من دور ال 64 لغايه النهائي ذهاب واياب بالظبط دور ال 64 مفيش مجموعات خلاص خلاص لا مفيش هو خلاص بقى انت النهارده هتلعب 197 مباراه في بطوله دوري السوبر الليج رقم كبير جدا عدد المباريات كامله 197 مباراه والفريق اللي هيوصل للمباراه النهائيه هيلعب من بدايه مشواره لاخر المشوار 21 مباراه والبطوله دي طبعا هياخدها بث تلفزيوني بث تلفزيوني بقى بارقام عملاقه جدا يعني دي هتكون بارقام عملاقه جدا هي البطوله دي يا كابتن هتعمل نجاحات ضخمه طب معلش بث تلفزيوني ده مثلا في شمال افريقيا في جنوب افريقيا ممكن تلفزيون جنوب افريقيا ياخد مثلا بتوع جنوب افريقيا ده طبيعي يعني المفروض بتوع الكاميرون يعني وغانا يعني ونيجيريا احنا النهارده بنتكلم مثلا ان في منطقه غرب القاره في قنوات متواجده ليهم بالظبط يعني توجو النهارده عامله قناه جامده جدا بتذيع واخده كاس عالم وبتذيع في منطقه غرب بالظبط جنوب افريقيا عندهم قناه عملاقه كبيره واخده وبتذيع احنا هنا في مصر عندنا قنوات بتاخد برضو بالظبط بس فهي يعني هو هيتم تقسيم البث برضو بنفس الطريقه هي كلها حقوق وعمليات مزايدات وارقام الكاف عايز يحقق اعلى ارباح لكن هو من الواضح ان الفيفا مخلص كل حاجه طيب الفيفا مخلص كل حاجة وحاطط ايده على البطوله من يعني حاطط ايده من بدايه من لجنه التحكيم يعني كلنا النهارده متواجد سايب شغله في اي بس تتكلم بعد سنه بعد خلاص يا كابتن يعني انت اول ما البطوله دي تشتغل هيبدا الاستعداد واعتقد السنه اللي احنا هنلعبها دي برضو هيبقى ليها تصنيف اكيد السنه اللي احنا هنلعبها دي هيكون لها تصنيف وهتكون وهتفرق بشكل بالزبط. كبير جدا لكن خليني اقول لك ان الزمالك ضامن ان هو يشارك الزمالك كلها ضامنين بشكل كبير ان هم هيشاركوا طيب بالنسبه بقى للقرعه الاخيره دي حطت النادي دي الزمالك في دور التمهيدي مع بطل تشاد رغم ان مازيمبي كانت نفس رصيد النقاط يعني هو الكلام اللي اتقال من الكاف والكلام اللي طلع ان بسبب نتائج الزمالك الاخيره في المشاركات القاريه كانت نتائج مازيمبي افضل من لكن انا اللي باكده لك ان رئيس نادي مازيمبي تدخل في الموضوع ده بشكل قوي مويس كاتومبي هو اللي خلص الموضوع ما هو من الاخر هقول لك ليه ازاي اقول ان الزمالك نتائجه في دوري المجموعات طلع من دوري المجموعات فدي حاجه وحشه فمازيمبي وصل لدور قبل النهائي فهو افضل في الكونفدراليه واساسا مازيمبي طلع السنه اللي فاتت من دور ال 32 يعني مازيمبي ما عرفش يوصل لدوري المجموعات
طلع من الدور في اول ماتشين راح خرج، صح ولا لا؟ بس يا كابتن انا يعني حاجه مش طبيعيه، يعني هي حاجه مش طبيعيه، والزمالك كان يستحق ان هو يلعب من دور ال 32. وانا بقول لحضرتك رئيس مازيمبي تدخل، تدخل بشكل قوي هو جدا، هو اللي خلى مازيمبي يلعب في دور ال 32 والزمالك يلعب في ال 64. عنده نفوذ قوي جدا سواء في الكاف او مع الفيفا. انفانتينو من الاخر خلص القصه يعني، يعني حتى مع انفانتينو، انفانتينو صديق شخصي ليه ومسيطر في الكاف بشكل كبير جدا. بس انا عايز اقول لحضرتك نقطه، انا يعني ان الزمالك يلعب دور 64 دي حاجه كويسه، مش حاجه افضل له افضل له. الزمالك دايما البدايات والنتائج الكبيره اللي بتعملها في بدايه البطوله بتديك دفع، احسن ما بتخش على طول على النهارده هتلعب مع بطل تشاد الزمالك، وانا هبقى افكر حضرتك الزمالك هيعمل نتيجه ايجابيه مع الفريق ده بارقام كبيره، يعني الارقام دي بتدي ثقه للعيبه. ممكن 6 7 مثلا، وانت شفت الزمالك على فكره في محاولات ان يخلوا ماتشين في مصر، هتبقى اكيد هتبقى حاجه كويسه على اساس كمان ان الزمالك عنده ماتش لو كان بطل الدوري يعني هيلعب مع الهلال بطل الدوري السعودي بالظبط. يعني بنشوف الزمالك في الادوار التمهيديه في تحديدا في البطولات القاريه انت دايما. طب ايه رايك انت في الفرق اللي هتلعب؟ فرقه ضعيفه، فرق مستويات كبير جدا بين الزمالك وبين بطل تشاد. بس غريبه بقى ان في دور 32 الزمالك والاهلي هيقابلوا فرقتين تقال. الزمالك هيلعب يا بطل بروندي يا الاتحاد الليبي. الاتحاد الليبي اقرب تمام، والاهلي الاتحاد المنستيري ده كان نمره 2 بعد الترجي بالظبط. الفرقه برضو مش 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 قليله يعني بالظبط، فرقه تقيله برضو. بص يا كابتن يعني هو الموضوع انا افضل من نجم والصفاقسي بالظبط. هو الموضوع جه موضوع قرعه، يعني موضوع يعني الموضوع جه قرعه مش متشافه. قرعه هي قرعه مش متشافه يعني، ما انا اعرف منين القرعه دي؟ ما القرعه دي في جوه البتاع بيعملوها كده مع نفسه. هي قرعه، بص يا كابتن هي قرعه مش متشافه، لكن انا بقول لحضرتك برضو الاتحاد الليبي مش هو ليبيا النهارده الكره بتتغير فيها بشكل كبير، لكن فرقه الاتحاد الليبي مش الفرقه القويه او فرقة كويسة الفرقه يعني. اللي يتخاف منها الاهلي. طرابلس على فكره كسب بيراميدز وطلع اول مجموعته في الكونفدراليه يعني قصدي برضو ايه، لا يعني الكره الليبيه فيها كره جميله اكيد برضو. احنا بنتكلم ان الكره الليبيه يعني قصدي هيكون في نديه يعني اكيد هيكون في نديه وهتكون مواجهه مش سهله، لكن يعني لو بنقارن بين الفرقتين الزمالك تكون حظوظه اعلى. وانا يعني بقول لحضرتك ماتش بطل تشاد ده هيكون بدايه انطلاق للزمالك. طيب مين حظوظه اعلى السنه دي في البطوله دي؟ يعني مين شايف؟ هل هي نفس الفرق؟ هل بعد تدعيم الرجاء والوداد والزمالك ما يدعم فرقته والاهلي ما يدعم فرقته، يعني هل دول بس خلاص؟ بس الترجي كتير. هل سان داونز مازيمبي هل راجع يعني؟ لو هنتكلم على فرق افريقيا السمراء النهارده سان داونز عامل تدعيمات غير عاديه، يعني سان داونز بدا الاول انه يجدد للعيبه اللي عقودهم ما انتهتش، جاب اللعيبه اللي عقودهم يعني. سان داونز احسن من السنه اللي فاتت بشكل كبير انت جدا. انت كنت السنه اللي فاتت بتقولي فرقه عاديه، انه السنه دي سان داونز النجوم بتوع الفرقه اللي باقي في عقودهم سنه وسنتين قعد معاهم وجدد لهم تمام، مد العقود تمام، عمل صفقات قويه، جاب عنده مشكله في حراسه المرمى كبيره مع دينيس اونيانجو، جاب له حارس مرمى سوبر سبورت مضى مع الفريق، جاب مدافع من سوبر سبورت، بدا يدعم الفريق من صفقات برضو من امريكا الجنوبيه ومعاهم اموال يعني معاهم الفرقه النهارده ابن رئيس النادي محيز اسمه محيز بيحتكم على الاموال وعايز يعمل حاجه وعايز البطوله دي. كان في تصريحات صحفيه ليه بيتكلم فيها بيقول ان البطوله دي اعداد لبطوله السوبر ليج لبطوله السوبر ليج دي بالنسبه لفرقه سان داونز. فرقه مازيمبي لا، فرقه شكلها مغير تماما، مش هي دي مازيمبي اللي عرفناها من سنين. فرقه مازيمبي مش عارفه ترجع، فرقه عاديه يعني. فرقه عاديه، فرقه مازيمبي مش عارفه ترجع. يعني اقوى فريق في القاره السمراء هو سان داونز. اقوى فريق في القاره السمراء سان داونز طبعا، بدون مفيش اي فريق حتى سيمبا مستوى. لا لا لا، فرق كبير في المستويات يا كابتن، فرق كبير جدا، فرق كبير في المستويات حتى في امكانيات اللعيبه في عقود اللعيبه في تمام. العنصر البشري اللي موجود طيب. عندك مختلف. نروح لشمال افريقيا بقى. لا شمال افريقيا يعني الرجاء والوداد ايه؟ الوداد انت بتتكلم على الوداد حامل لقب البطوله، فاكيد الوداد داخل وجدد لعيبته على فكره، وجدد ليحيى جبران، جدد ليحيى جبران ومضى مع اوناجم، وعنده عناصر خبره في الفرقه وفرقه متمرسه في البطولات القاريه. النهارده فرقه الرجاء عملت صفقات كبيره جدا بالظبط، في لعيبه جت لفرقه الرجاء عندها خبرات يعني زي بنغيس مثلا، النهارده بنغيس ده لعيب عنده خبره جزائري، وفي لعيبه ثانيه جت عندها خبره، وفي لعيبه دي بقى مشكله انا شايفها فرقه الرجاء ان هي ما شاركتش قبل كده في بطولات قاريه، سنه اولى مشاركه في بطولات قاريه. النهارده انت بتغير قوام كامل للفريق. بتمدخل بس ممكن يكون حاجه ايجابيه على هي ممكن تكون حاجه يعني إيجابية. سلاح ذو حدين يعني، مش سلاح ذو حدين، مش شرط ان هم ما يجيدوش يعني. لا اكيد يعني احنا مش بنقلل من قيمه الصفقات او من قيمه فريق الرجاء، هيبان في الملعب هيبان في الملعب.
الناس يعني انا كل سنه في بدايه اي بطوله لو هتسالني برضو مين الفريق الافضل او الاقرب هقول لك الاهلي والزمالك بدون نقاش. الامكانيات اللي موجوده الامكانيات. اعتقد الزمالك برضو الموسمين اللي فاتوا دول بسبب ال رحيل المجالس ومجيء مجالس وعدم قيد لاعبين جدد وقصص كتيره وفلوس ولاعيبه عقودها بتنتهي، الوضع بيتحسن والسنه الجايه باب القيد هيتفتح، الدنيا رايحه الافضل يعني. بص يا كابتن، يعني ومن الواضح كده يعني زي ما احنا شايفين حتى في بطوله الدوري العناصر الشابه اللي بدات تلعب مع فريق الزمالك بتشوفها في الملعب ما بتقولش ان بتحس ان هم لعيبه عندهم خبرات ولاعيبه متمرسه، وما بتقولش ان ده لعيب خايف. الاول كنت بتشوف ناشئ صغير، لا تقول ده خايف محتاج ياخد الفرصه محتاج يلعب ماتش واثنين وثلاثه. النهارده بشوف اللعيبه الصغيره زيها زي اللعيبه اللي خبراتهم متساويين في المستوى. فالزمالك في البطوله المقبله في دوري ابطال افريقيا مع الخبرات اللي موجوده، الزمالك عنده لعيبه عندها خبرات كبيره جدا وعنده عناصر شابه، العناصر الشابه دي والخبرات الاثنين هيعملوا مزيج كده مع بعض يقدروا يعملوا حاجه. انا شايف ان يعني ده اللي يقدر الزمالك يعمله. على الجانب الاخر برضو الاهلي بامكانياته يظل النادي الاهلي تمام. هو الاخر منافس على بيراميدز وفيوتشر. فيوتشر سنه اولى، لا فيوتشر سنه اولى الكونفدراليه. فيوتشر من الواضح كده يعني اللي انا عارف فيوتشر بيحاول يعمل صفقات على فكره، وعنده لعيبه زمالك واهلي لعبوا في افريقيا، عنده لعيبه اهلي وزمالك وبيحاول يدعم الفريق كمان بشكل قوي. هيلاعب بطل اوغندا بول اف سي، بول اف سي بطل الكاس في اوغندا، فرقه مش قويه تماما حتى فرقه امكانياتها ضعيفه وفرقه في المتناول لصالح فرقه يعني سهل الفيوتشر وممكن فيوتشر كمان يلعب. هي المباراه الاولى فين؟ ما تعرفش يا ماهر؟ المباراه الاولى بتاعت فيوتشر هناك، بس ممكن الماتشين مباراه العوده في مصر، ممكن الماتشين بتوع فيوتشر يبقوا هنا كمان. ممكن ممكن في تفكير. طب والزمالك المباراه الاولى هما بطل تشاد المفروض المباراه بره وبطل تشاد برضو انا اللي انا عارفه ان نادي الزمالك يعني تواصل مع الفريق وعايز يخلي الماتش هنا قبل الزمالك ما يتواصل معاهم. هم كانوا بيفكروا يلعبوا الماتش في الكاميرون عشان هم ممنوع يلعبوا في تشاد عشان الملعب بتاعهم هناك كان في كلام ان هم يلعبوا اللقاء في الكاميرون لكن يعني ما فيش لعب في تشاد مفيش. يعني حتى لو ما جوش مصر هيلعبوا في الكاميرون بالظبط ده كان في كلام على كده لكن هم النهارده لما تقول لهم هدفع لك تيكت طيران هدفع لك اقامه هجيبك في مصر امكانيات الفرقه دي ضعيفه جدا وفي الاتحاد الافريقي في الدور 64 بيوافق، الاتحاد الافريقي بيوافق والفرقه نفسها بتوافق بالظبط. يعني انت الفرقه دي نفسها بتوافق، اما بتلاقي انت عارض عليهم مبلغ وطيران وكل حاجه وامكانيات ومقابل بالزبط. مادي كمان بالزبط. لا اكيد الفرقه دي هتوافق ان هي تلعب وبث تلفزيوني كمان وبث تلفزيوني عايز اقول لحضرتك فرق غانا برضو يعني فرق غانا هي السنه دي فرق بتحاول تعمل تدعيمات، شكل البطوله في غانا بيتغير. احنا بنتكلم على فرق عندهم منتخب في كاس عالم هو مفيش لعيبه محليه وكل حاجه بس برضو بس الوصول الى كاس عالم بيدي شكل للفريق. بس السنغال ما هو السنغال عندهم فرق برضو مشاركه يعني بص كاس عالم. خليني اقول لك غانا عشان غانا من نوعيه الدول اللي بتطلع اكبر عدد لعيبه محترفه في العالم. غانا عندهم كميه اكاديميات اكبر لعيبه محترفه في العالم عدد السنغال واكاديميات اشكال والوان تمام يعني اكاديميات اشكال والوان متواجده هناك. النهارده فرقه فيتا كلوب بتلعب مع بطل بوتسوانا في الدور التمهيدي هي الاخرى يعني فرقه فيتا كلوب بتلعب في الدور التمهيدي لكن يظل هي فرق شمال افريقيا بيدخل بقى معاهم سان داونز تمام مازيمبي زي ما قلت لك غايب. نادي البركان مشارك في الكونفدراليه طيب نطلع لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع ماهر جنينه، ما زال لدينا الكثير بعد الفاصل. ورجعنا لكم مره اخرى. طيب على فكره من شويه طبعا نادي ريال مدريد كسب فرانكفورت انتراخت فرانكفورت 2-0 اعتقد وفاز بالسوبر الاوروبي يعني. شايف تصريحات رئيس نادي نابولي يعني ازاي بالنسبه للكره الافريقيه؟ يعني لورينتس رئيس نادي نابولي اتكلم وقال انا خلاص مش هجيب بقى لعيبه افارقه تاني. ليه؟ التصريح عشان هو بيتكلم بقى ان موعد بطوله افريقيا بيأثر عليه وان اثناء البطوله بيبقى عنده لعيبه افارقه الفرق بتاخدهم ودي حاجه بتأثر عليه. هو السنه دي كان عنده كوليبالي مكسر كان عنده كاليدو كوليبالي وكان عنده فيكتور اوسمن
أيوه. فيكتور اوسمن ما شاركش مع منتخب نيجيريا، تمام، مع ان فيكتور اوسمن يعني بقول لحضرتك ده اللي جاي في افريقيا، ده اللعيب افضل راس حربه في افريقيا، طالع بشكل قوي جدا جسمانيا وبدنيا، لعيب غير عادي يعني. بس هو لسه في نابولي، ولسه متواجد في نابولي وعايز يمشي من نابولي. على فكره كان واخد اصابه قويه جدا في شهر 12 العام الماضي، وكان في كسر في الانف، وكل الناس قالت هيغيب عن بطوله الامم الافريقيه، وفجاه هو طلع قبل بدايه بطوله الامم الافريقيه قال انا جاهز ان انا هلعب البطوله، وفجاه نابولي قال لا انا مش هقدر ابعته الكاميرون، خطر عليه وبتاع، خطر عليه واحتياطات طبيه والكلام ده، وكان في نفس وقت البطوله بيلعب مع نابولي. فدي حاجه بتورينا ان نادي نابولي تعنت مع لعيب واحد من افضل اللاعبين في افريقيا وما ارسلهوش، بس كل ده بيجي قصاد ان اللاعب هو الاخر وافق ان هو يظل. كانوا فرطوا في كاليدو كولوبالي، وخروج كاليدو كولوبالي انه يلعب مع منتخب السنغال ده من الاسباب اللي عجلت اللي خلته يتباع. رئيس نادي نابولي متعنت مع اللعيبه الافارقه، وعلى فكره يعني عايز اقول لك على حاجه، اللعيبه الافارقه عانوا بسبب التصريحات العنصريه مع نادي نابولي، اكتر من لاعب افريقي كان متواجد في صفوف نابولي وتحديدا كاليدو كولوبالي، وفاكرين لقطته الشهيره منهار من العياط بسبب يعني العبارات العنصريه اللي كانت بتتوجه له، بتتكلم على واحد من اتقل المدافعين على مستوى العالم. فالنهارده اليو سيسي مدرب منتخب اوجستن سنجور الاول رئيس الاتحاد السنغالي طلع ورد واتكلم عليه، قال له الكلام اللي انت بتقوله ما ينفعش، كره القدم في افريقيا، افريقيا قاره كبيره وده ميعاد البطوله، وعلى اللاعبين الالتزام ان هم يشاركوا مع منتخبات بلادهم. اليو سيسي كمان رد وقال له تصريح، قال له انت لو عندك لاعب بيلعب في امريكا الجنوبيه واحيانا في بعض المواعيد فرق أمريكا في كوبا امريكا ونفس التوقيتات منتخب زي منتخب البرازيل او غيره، وعندك لاعب هيروح، هل هتقدر تتكلم وتقول كده؟ ده رد عليه، وبدات التصريحات المتبادله الا بقى ان اتى الاتحاد الافريقي لكره القدم واصدر بيان قوي جدا. البيان ده يعني وجهه تحديدا لرئيس نادي نابولي واتكلم مع رئيس نادي نابولي. بصراحه فكره رئيس نادي نابولي هو اللي خسران يعني. اكيد هو اللي خسران. لان الكره السمراء دي مليانه بمناجم ذهب، لعيبه ومواهب فذه. لو هتيجي النهارده تبص على كميه الانتقالات وبفلوس قليله. بفلوس انت غير بتجيب امريكا الجنوبيه بيجي لك اللعيب بمبالغ عاليه. النهارده انديه فرنسا عايشه على اللعيب الافريقي بالظبط، عايشين عليه بالظبط، بيدوروا على اللعيب الافريقي، بيجيبوا اللاعب بلعيبه من الكاميرون ولعيبه من السنغال ولعيبه من نيجيريا ولعيبه من غانا، يعني انت يعني بتدخل يا كابتن تدور كده ولعيبه من المغرب ولعيبه من تونس، من تونس في كل حته تدور، ولعيبه من الجزائر، بس بيجيبوا اللعيبه دي بمليون، اللعيبه اللي بيبدا يظهر في اوروبا مليون 2 مليون يورو، وشوف الارقام بيبيعوا لعيبه من السنغال، السنغال مليانه في الدوري الفرنسي، منتشرين مليانه لعيبه منتشرين، وبداوا يحطوا رجلهم بقوه في الدوري الانجليزي. النهارده بتتكلم في الدوري الانجليزي على اكتر يعني لعيبه منتخب السنغال النهارده في 5 لعيبه، اكتر دوله جنست لعيبه افارقه في التاريخ فرنسا، ولعبوا لمنتخباتها فرنسا سواء في ناشئين شباب فريق اول كله، فرنسا جنست اكتر من لعيب، ما بوجبا ده بالظبط اساسا من غينيا. وشفت يعني كان بيزور غينيا في الاجازه الاخيره، وكل الجماهير كونتي اسمه ايه لعيب في نص الملعب بتاع فرنسا، لعيب الديفندر ده الرهيب بيلعب في تشيلسي اسمه ايه يا جماعه؟ اكتر ما إيه؟ من اول ديزاييه كانتي ومن اول ديزاييه في منتخب فرنسا كمان. هو الاخر صحيح. من الكونغو الديمقراطيه، كونغو الديمقراطيه تقريبا امتلي غانا. يعني اكتر من يعني فرنسا اكتر الدول اللي استفادت، وانديتها اكتر الدول اللي استفادت استثماريا. النهارده بقى مين اللي بدا؟ اساسا كريم بنزيما جزائري، وزين الدين زيدان جزائري، ودول بقى انت بتتكلم على اساطير، اساطير كره القدم في فرنسا. النهارده بقى الفرق كمان اللي بدات تتجه نفس الاتجاه، فرق امريكا، في امريكا النهارده، امريكا الدوري الامريكي بيعتمد ان هو يجيب لعيبه افارقه من الكاميرون ومن غانا ومن الدول دي كلها، وبداوا يعملوا اكاديميات في الدول وبياخدوا جنسيات وياخدوا جنسياتهم ويجنسوهم ويلعبوا مع المنتخب وبيستفادوا منهم استثماريا باستثمارات رهيبه. صحيح. النهارده اللاعب الافريقي، التجاره في اللاعب الافريقي في عمليه البيع والشراء ده كنز في الاستثمارات في كره القدم، سواء في امريكا سواء في اوروبا وتحديدا فرنسا زي ما كنا بنتكلم. طيب شهر 9 داخل علينا دلوقتي، هيبتدي الانديه المنتخبات الافريقيه المشاركه في كاس العالم هتلعب من ماتشات وديه. يعني بنتكلم على المغرب، بنتكلم على الكاميرون، بنتكلم على تونس، وبنتكلم على السنغال، وبنتكلم على غانا. حتى بص يا كابتن، موضوع تاجيل المباريات جاي من حوالي اسبوع، الاسبوع بالزبط. الماضي موضوع تاجيل، فلسه ما حددوش ايه الماتشات الوديه، لكن انا كنت بتكلم مع جوستن سنجور رئيس الاتحاد السنغالي، كان جاي له عرض من كوريا، نفس العرض اللي كان جاي لمنتخب مصر، ما رضاش بيه،
وعايز يتجه لمدارس معينه. في على فكره في فرق عايزه تلعبنا برضو مع منتخب مصر. اكيد يعني النهارده منتخب مصر منتخب مطلوب. اي فرقه في كاس العالم معاها في المجموعه فرق من افريقيا ممكن تلعب مع مصر. هتطلب تلعب ممكن منتخب اللي معاها تونس والمغرب يقول لك دي نفس المدرسه وقريبه بالظبط. واحنا يجب علينا ان احنا ما نرفضش الماتشات دي. يعني انت لو جالك ماتش كبير فيتوريا يقول لك انا عايز ماتشات قليله مش ضعيفه. لا ما دي بقى مش قويه يعني. لا دي حاجه من وجهه نظري لو اما تبدا بقوه مع مدرب وتعمل اداء جاي. واحنا بنظهر يا كابتن في المباريات الكبيره في المباريات اللي زي دي منتخب مصر يعني بيبدا احنا ظهرنا في ماتش كوريا. لا ماتش كوريا كان في ظروف ثانيه. اعتقد الانطلاقه مع فيتوريا الانطلاقه يعني اتمنى وعامل علاقات مع الانديه كان لسه مع حسام حسن وبكره في الزمالك ومع نادي النحاس في الاتحاد قبل ما يمشي وبكره في الاهلي تقريبا الزمالك والاهلي وبعدين الاهلي الجمعه الجمعه نادي الاهلي عشان الاهلي كان مسافر كمان. يعني هو النقطه اللي بتاعت روي فيتوريا دي تحديدا روي فيتوريا زي ما اتكلمت حضرتك قبل كده بيجيد التعامل الاجتماعي شخص اجتماعي بيجيد التعامل مع الناس بيحب يعمل علاقات. قلت لحضرتك قبل كده وهو بيدرب في روسيا كان بيسافر وهو جاي لو جايب شنط هدايا ينزل يوزعها على اللعيبه الناشئين. راح اسكندريه الساعه 11 الصبح رجع الساعه 9 بالليل عمل جوله في اسكندريه كل ده 9 8 9 ساعات في اسكندريه فاركو سموحه الاتحاد كتير جدا زياره الفاركو وسموحه والاتحاد بيزور كل الفرق بيتكلم مع المدربين بيشوف نظام التدريب بتاعهم ماشي ازاي ودي حاجه كويسه. ايه رايك في المدير الفني المنتخب الاولمبي البرازيلي؟ يعني والله بص يا كابتن انا خلينا نشوف بدايته هتكون عامله ازاي. هو خد لكن دوره اولمبيه مع ريدو جانيرو اول دوره اولمبيه في تاريخ برازيل بس طبعا جيل نيمار وجيل يعني. بص يا كابتن احنا النهارده برضو عندنا يعني قطاع الناشئين في مصر محتاج بس حد يبص له نظره يعني. النهارده ابسط اسهل مثال نتكلم عليه الزمالك. النهارده الراجل جه فيريرا في الزمالك ما لقى قيد مقفول بدا يتجه للناشئين في الزمالك وشوف كميه المواهب. اعتقد الراجل برضه موجود عنده مختلف عن كل تفكير الناس. هتلاقي لعيبه صغار السن في المنتخب على فكره. اكيد اكيد يعني بتبدا بقى تديهم خبره ما يكون في لعيب خبره موجود ولاعب شاب بتبدا تدخله الحاجات دي بتفرق صحيح. بشكل كبير. عندنا كمان بطوله العربيه تحت 17 سنه بطوله العرب تحت 17 سنه يوم 23 في الجزائر تحت 17 اللي هي مواليد 2006 مواليد 2006 زي 2003 كانت السعوديه بالظبط. يعني خلاص بقى الفئات السنيه الصغيره نتمنى بقى نبدا نشوف الفئات السنيه الصغيره دي بتحقق ميداليات. يعني من زمان ما شفناش الفئات السنيه الصغيره دي عندنا بتحقق اي ميداليات او بتحقق حاجه على صحيح. الصعيد العربي او الصعيد القاري على عكس الفرق الثانيه اللي هي في معانا في قاره افريقيا. تيجي تبص للسنغال بتلاقي مشاركات عالميه في 17 سنه في المنتخبات الاولمبي والكاميرون والفرقه دي وبتبدا اللعيبه دي اما بتحتك في المشاركات القويه صحيح. دي بيطلعوا جيل قوي للمنتخب الاول. صحيح. شكرا جزيلا ماهر. شكرا كابتن خالد. شكرا لماهر جنينه. تعالى نطلع لفاصل ونستقبل بعديها الصحفيين المحترمين الاستاذ عمرو الدردير والاستاذ محمد الشرقاوي بعد الفاصل.